ننتقل للمجموعة المقابلة لكانا وأخواتها، دائما تذكر في مقابل كانا وأخواتها لأنها تقابلها في التعامل مع الجملة الاسمية، تقابلها في التغيير الحكمي الذي تحدثه على الجملة الاسمية، هو يقابل تماما ما يحدثه أو ما تحدثه كانا وأخواته. إذن الأثر الذي تحدثه كانا وأخواتها أو كانا وأخواتها يقابل الأثر الذي تحدثه إن وأخواتها، فلها عمل هو مقابل ومعاكس لعمل كان وأخواتها ولها معنى. من معانيها نفهم أولاً معاني إن وأخواتها. إن وأخواتها حروف ناسخة، انتبه لهذه الحقيقة. أولاً في كان وأخواتها ذكرنا أنها أفعال، يأتي منها الماضي ويأتي منها المضارع ويأتي منها الأمر، هي أفعال ناقصة ناسخة. أما إن وأخواتها فحروف، ويترتب على قولنا أن هذا الشيء حرف أمران كما نذكره دائما، الأول أنه مبني، الحروف كلها مبنية إما على فتح أو سكون أو بغض النظر عن علامة البناء لكنها مبنية. إذن الأمر الأول أنها مبنية، والثاني أن الحروف جميعا يقال في إعرابها لا محل لها من الإعراب. إذن الحروف الناسخة، ناسخة فهمناها من كلمة أفعال ناسخة في الكلام على كان وأخواتها، وعرفنا أن النسخ معناه أن هذه الأدوات تدخل على الجملة الإسمية فتنسخ حكمها الإعرابي وتنسخ المصطلحات التي كانت لها. فإن وأخواتها إذا دخلت على الجملة الإسمية أولاً تنصب المبتدأ، المبتدأ الذي كان مرفوعاً وكان يسمى ماذا؟ كان يسمى مبتدأ، صار يسمى اسم إن. التغير الأول، التغير الثاني صار منصوباً بعد أن كان مرفوعاً. الخبر، الخبر خبر إن وخات مرفوع يظل مرفوعا، لكن المصطلح الذي أخذه هو أن نقول خبر إن وأخواتها ولا نقول خبر المبتدأ. إذن ناسخة هذا معنى النسخ، فسرناه، تدخل على الجملة الإسمية وتنصب الاسم ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. وهذا مثال إن النصر قريب. النصر قريب لو نطقناها قبل دخول إن نقول النصر قريب، ويكون إعرابها النصر المبتدأ المرفوع بضمة ظاهرة، قريب خبر للمبتدأ مرفوع بضمة ظاهرة. لكن بعد دخول إن وإحدى أخواتها يختلف الأمر، النصر نقول النصر اسم إن منصوب بفتحة ظاهرة، قريب خبر إن، ولا نقول خبر المبتدأ وهو مرفوع كما رأينا. سميت بالناسخة لأنها تنسخ حكم المبتدأ فيكون اسمها منصوباً بعد كونه مبتدأً وحكمه الرفع، كان مبتدأً وكان مرفوعاً، ويكون الخبر خبراً لها، لا يقال خبر للمبتدأ، إنما صار خبر لإن وأخواتها. والذي كان هذا الخبر كان قبل دخولها خبر لماذا؟ خبراً للمبتدأ. إن وأخواتها نتناول معانيها. إن وأن للتأكيد، أستعمل إن وأن في الكلام لماذا؟ لأؤكد بها وأقوي بها الجملة. إذن هي تؤكد وتقوي الجملة إذا دخلت عليها. إن صالحا مجتهد تختلف في قوتها وفي تأكيدها عن قولنا صالح مجتهد. صالح مجتهد ليس فيها تلك القوة والتأكيد، هي مبتدأ وخبر مجرد إخبار، لكن إذا أدخلت إن أو أن عليها كأنني أقوي وأؤكد هذه الجملة. كأن للتشبيه، كأن من أخواتي، إن تفيد تشبيه شيء بشيء، كأن بكرا أسد. ماذا أفادت؟ طبعا قبل أن تفيد هي تعمل عمل إن وأخواتها، بكرا اسمها منصوب وأسد خبرها مرفوع. ما المعنى الذي أضافته للجملة؟ هو التشبيه، أنا شبهت اسمها، شبهت اسمها بكرا بخبرها الأسد. إذن اسمها يشبه خبرها. لكن للاستدراك، ومعنى الاستدراك أن المتكلم قد يقول كلاما يفهم منه السامع شيئا لا يريده المتكلم، فيستدرك المتكلم على كلامه بكلام آخر يرفع به الوهم الذي دخل على ذهن السامع. وهذا مثال توضيحي. إذا قلت سمير شجاع، ماذا يفهم السامع؟ شجاع، إذا كان شجاع أمام الأبطال فهو شجاع أمام أي شيء،
شجاع بمعنى لا يخاف شيئا. أنا أعلم أن السامع سيفهم هذا الكلام، سيفهم أن سمير شجاع مع كل شيء، ولكني أعلم أن سميرا يخاف من شيء، فأستدرك على هذا السامع بكلام آخر لأرفع به الوهم الحاصل الذي سببه كلمة شجاع في ذهني السامع، أرفعه بجملة أو بكلام آخر لأنني أعلم أن السامع قد فهم شيئا لا أريده أن يفهمه، فأقول مثلا سمير شجاع لكنه يخاف الضفادع. لا يتصور أحد إذا سمع أن سميرا شجاع يخاف شيئا كالضفادع، فأنا أستدرك لكن، لأنني علمت أن المخاطب يفهم من كلمة شجاع معنى لا أريده، فأستدرك بقولي لكنه يخاف الضفادع، لكن استدركت بها بمعنى رفعت بها أو بكلام بعدها معنى تعلق بذهن السامع. إذن لكن من أخوات إن، الهاء اسمها ضمير متصل في محل نصب اسم لكن، جملة يخاف الضفادع فعل مضارع والفاعل هو ضمير مستتر والضفادع مفعول به، هذه الجملة في محل رفع خبر لكن، هو من أنواع الخبر التي ذكرناها، الخبر يتنوع للمبتدأ ويتنوع لإن وأخواتها، وكان وأخواتها نفس أنواع الخبر. ليت تستعمل للتمني، والتمني هو أن يطلب الإنسان شيئا مستحيلا أو شيئا صعب المنال، إذن ليت أتمنى بها شيئا صعبا، كما يقول الإنسان ليت الشباب يعود يوما فتمنيت بها شيئا مستحيلا أن يعود الشباب بعد الهرم والكبر. ليت الشباب، ليت من أخواتي إن تفيد التمني، اسم يفيد التمني، والشباب اسمها منصوب بفتحة ظاهرة، وخبرها الجملة الفعلية بالكامل، جملة الفعلية يعود يوما هو خبر في محل رفع خبر ليت. لعل للترجي، والترجي توقع الأمر المحبوب مثلا، لعل الأمة تتحد، لعل من أخواتي إن حرف لا محل له من الإعراب مبني على الفتح، الأمة اسم لعل منصوب بالفتحة الظاهرة، وتتحد جملة فعلية في محل رفع خبر لعل. اسم إن وأخواتها وخبرها، اسم إن وأخواتها يأتي، ما الصور أو الأشكال التي يأتي عليها اسم إن وأخواتها؟ أشكال ترد في مع كل يعني مع المبتدأ، وترد مع كان وأخواتها، ليست مقصورة على يعني إن وأخواتها، قد يكون اسم إن وأخواتها، قد يكون اسم إشارة أو اسم موصولا أو اسم ذات، اسم الذات كل شيء يدرك بالحس يقال له ذات، اسم ذات، اسم معنى وهو ما يدرك بالعقل فقط كالمصادر الشجاعة، الدخول، الخروج، الكتابة، هذه المعاني تدرك بالعقل ليس لها مادة ملموسة أو محسوسة. ضمير المتصل قد يكون ضمير المتصل. خبر إن وأخواتها كما قلنا الخبر لا يختلف بين خبر المبتدأ وخبر كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها نفس الأشكال ونفس الأحوال، يكون مفردا وجملة فعلية وجملة اسمية وشبه جملة. نتناول معا هذه الأمثلة بالمختلفة المتنوعة. قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، لدي أن التي هي من أخواتي إن، وأين اسمها؟ اسم الإشارة، هذا هو اسم أن، اسم إشارة مبني، هذا من الأسماء من أسماء الإشارة المبني، مبني اسم إشارة مبني على السكون على الألف، ألف حرف مد ساكن دائما حرف المد، اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم أن، في محل نصب اسم أن. صراطي، صراط هو ماذا؟ هو خبر، خبر أن، صراط خبر أن مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل، الطاء بالياء بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة، الياء ياء المتكلم تقتضي أو توجب أن يكون ما قبلها مكسورا، إذن صراط مرفوعة بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل محل الإعراب وهو الطاء، اشتغاله بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة، إذن هذا اسم أن، اسمها هذا وهو اسم إشارة، وخبرها صراطي ونوعه مفرد،
نوع الخبر صراط، ما نوعه في الأنواع الخبر التي تناولناها في السابق؟ مفرد، لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. الآية الأخرى: ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. الشاهد هنا لعل من أخواتي إن، قلنا تفيد الترجي. أين اسمها كم؟ الكاف، تحديدا الكاف هو ضمير متصل في محل نصب اسم لعل، والميم لجمع الذكور، حرف لجمع الذكور. وخبرها خبر لعل. الجملة الفعلية تشكرون جملة فعلية، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من أفعال خمسة، وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فعال. الجملة الفعلية بالكامل في محل رفع خبر لعل. طبعا ودائما نقول إذا كان الخبر جملة فعلية يحتاج إلى رابط. ما الرابط الذي ربط الخبر باسم لعل وهو كم؟ هو واو الجماعة. واو الجماعة هو الرابط. اسم لعل ضمير المخاطب الكاف كما ذكرناه، وخبرها جملة فعلية التي هي تشكرون. قال تعالى: ولكن الذين كفروا يفترون. لكن هي من أخوات إن، قلنا عنها حرف استدراك. اسمها الاسم الموصول الذين، اسم الموصول مبني على الفتح في محل نصب اسم لكن. كفروا جملة فعلية، هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. يفترون الجملة الفعلية، جملة فعلية في محل رفع خبر للحرف لكن. إذن خبر لكن هو الجملة الفعلية يفترون، المكونة من يفترون الفعل المضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة فاعله، والجملة الفعلية بالكامل في محل رفع خبر لكن. الرابط الذي يربط الجملة الفعلية باسم لكن هو واو الجماعة. اسم لكن اسم الموصول وخبرها يفترون جملة فعلية. قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. لدي أن من أخوات إن، أين اسمها؟ لفظ الجلالة منصوب بفتحة ظاهرة. أين خبرها؟ له ملك، له ملك، أو له فقط التي هي الجار، عفوا الجملة هنا اسمية، له ملك جملة اسمية، جار ومجرور تقدم، هو في محل رفع خبر مقدم لملك وهي المبتدأ المؤخر. له ملك جملة اسمية، فالخبر جاء جملة اسمية لأن. الجملة الاسمية طبعا لابد أن تحتوي على رابط تربطها باسم أن، وهو ماذا؟ الضمير المتصل الهاء، جار ومجرور، الجار ومجرور في محل رفع خبر مقدم وملك مبتدأ مؤخر. الجملة الاسمية بالكامل هي خبر أن، الرابط هو الهاء. اسم أن لفظ الجلالة، اسم ذات، وخبرها جملة اسمية التي هي قول في الآية له ملك. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. لدي إن، ولدي الأبرار اسم إن منصوب بفتحة ظاهرة، واللام للتوكيد، حرف للتوكيد، وفي نعيم شبه جملة، في شبه جملة في حرف جر ونعيم اسم مجرور. اسم إن، ما خبر إن، ما الشكل الذي جاء عليه وما صورته؟ جاء في صورة شبه جملة جار ومجرور. الجار ومجرور في محل رفع خبر إن. اسمها الأبرار اسم ذات، وخبرها شبه جملة وهو كما قلنا الجار والمجرور. قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لدي إن، أين اسمها؟ اسمها تأخر، وهو كلمة عبرة. عبرة هو اسم إن، وخبرها هو في ذلك، الجار والمجرور تقدم على اسمها هو في ذلك. إذن خبر إن الجار والمجرور واسمها عبرة، واللام قلنا للتوكيد. إذن جاء خبرها شبه جملة وتقدم على اسمها. اسمها عبرة اسم معنى، أسماء المعنى قلنا ما تدرك بالعقل وليس لها مادة محسوسة أو ملموسة، وخبرها شبه جملة هو كلمة في ذلك، اسم الإشارة حرف الجر، في واسم إشارة ذا، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب.
قال تعالى: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين لدي من أخواتي. إن ليت الدالة على التمني، حرف يدل على التمني. أين اسمها؟ اسمها تأخر كذلك، بعد هذا اسم ليت. أين خبرها؟ خبرها بيني، وهو بين، نعرف أن بين ظرف مكان، ظرف مكان، بين هو شبه الجملة في محل رفع خبر لليت. بين مضافة لماذا؟ لياء المتكلم. إذن خبرها هو شبه الجملة، ظرف المكان بين، في محل رفع خبر ليت، واسمها بعد تأخر عن خبرها وهو كلمة بعد منصوبة. الحرف الناسخ ليت، واسمها اسم معنى وهو بعد، وخبرها شبه جملة وهي بين، شبه جملة ظرف المكان مضاف لياء المتكلم. من الأسئلة التوضيحية، قالت الخنساء: وإن صخرا لكفينا وسيدنا، وإن صخرا إذا نشت لنحار. لدي إن اسمها صخرا، اسمها صخرا، لكافينا كافي، خبر إن، خبر إن مرفوع بضمة مقدرة، كافي خبر إن مرفوع بضمة مقدرة، اللام للتوكيد. إذن خبرها نوعه مفرد، وسيدنا معطوفة على كافينا. وإن صخرا أيضا، لدي إن صخرا اسمها، أين خبرها؟ لنحار، اللام للتوكيد، نحار هي خبر إن وهو مفرد. أغر أبلج تأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. لدي كأن من أخواتي إن، اسمها ضمير متصل في محل نصب اسم كأن، خبرها كلمة علم هي خبر كأن. استخرجنا الحروف الناسخة وبينا أسماءها وخبرها. أعرب ما فوق الخط. لدي هنا أعربناها، قلنا اللام للتوكيد، ونحار خبر إن مرفوع. أغر أبلج تأتم الهداة، إعراب الهداة فاعل للفعل تأتم، فاعل مرفوع بضمة ظاهرة. في رأسه نار جملة اسمية كاملة، جملة اسمية. لدي جار ومجرور في رأسي، شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، ورأس مضاف والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. نار مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة ظاهرة. إذن هذه كلها جملة اسمية، في رأسه نار جملة اسمية، خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. ما سبب كسرة همزة إن؟ لدينا درس ندرس فيه إن شاء الله أسباب كسر همزة إن، يأتينا إن شاء الله لاحقا، سندرسه بشكل مفصل. لعلي أسافر غدا، ما نوع اسمي لعل؟ اسمي لعل يا ضمير متصل، ضمير متصل يا المتكلم، ضمير في محل رفع في محل نصب، لعل ضمير متصل، نوعه ضمير متصل. ما نوع الخبر؟ أسافر جملة فعلية، أسافر أنا فعل مضارع ومعه الفاعل أنا، خبر لعل جاء جملة فعلية، والرابط الذي ربطها باسم لعل هو الضمير المتصل، الضمير المستتر أنا كما بينا. لدينا درس آخر يتعلق بفتح همزة إن وكسرها، وهذا درس إن شاء الله تعالى نتعرض له في حصة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.